هذا القصة لشخص في أحد المناطق السعودية قام بقراءة كتاب شمس معارف الكبرى وارتكب جريمة بشعة بحق زوجته. عشان تسمع باقي الأحداث المشوقة لهذا القصة لازم تشوف القصة لين النهاية. أحداث القصة شيقة. معكم عباد يوتيوب ومقطع جديد. لا تنسوني من اللايك والاشتراك. أتمنى تستمتع. خذ لك سناك أو أي شيء تحب تشربه. خليكم مع القصة. في بداية قصتنا كان في شخص في أحد المناطق السعودية وكان متزوج وكان عنده زوجة في قمة الأخلاق والتقدير، يعني محترمة وبنت ناس وما تقصر مع زوجها بأي شيء. وكانت رحمة الله عليها معلمة وتربي أجيال، وكانت معلمة في اللغة الإنجليزية، كانت تدرس في أحد المدارس الثانوية في المنطقة. لكن كان في مشاكل، وهذه المشاكل كانت تلاحظها زميلاتها في العمل. من هذه المشاكل أنه أحياناً كانت تجي للدوام وأحد عيونها متورمة، ويكون أحياناً عليها آثار ضرب. وفي أحد المرات تخيلوا جات المدرسة وأنفها مكسور، وكانت أحيانا تداوم ويدها مكسورة أو إصبعها، وكانت دائما على هذه الحال وما تشكي لأي أحد وكانت تخبي عن الكل. كانت تقول إن زلقت من الدرج أو حصل معها أي شيء في المطبخ، لكن الواضح قدام الكل إنه كان زوجها يضربها. المشكلة إن زوجتها كانت محترمة وأخلاقها عالية وما فيها أي غلط، لكن الضرب كان مستمر عليها دائما، وكانت دائما تجي المدرسة بهذه الأضرار. بعد فترة كلمت زميلاتها عن الأشياء اللي تحصل معاها وكيف زوجها يعاملها بهذه القسوة، وتكون بسبب أشياء تافهة، مثلا يكون الغداء ناقصة شيء، ومن هذا الأشياء يكون زوجها ما اشترى مقاضي للبيت لكنه يقول لها ليش ما سويتي غداء وكذا وكذا وكذا. الغلط عنده لكنه يرد الغلط فيها ويستمر في تعذيبها دائما. كانوا زميلاتها يتعاطفوا معاها وكانوا دائما حتى انهم يطلعوها في نص الدوام ويداوموا بدلها، وكان اي شيء يحصل معاها نفسيا او جسديا كانوا يعرفوا انه بسبب هذا الزوج الظالم. الزوج هذا كان صاحب سفريات وطلعات وخرجات ومن هذا السوالف، وكان انسان شبه خالي من المسؤوليه، يعني انسان ما عنده اي اهميه للحياه، لا كان يحترم زوجته ولا كان يقدرها ولا كان يعطيها حقوقها الزوجيه، يعني كانت شبه عايشه لوحدها، الا انها كانت تتلقى منها التعذيب دائما. مصاريف البيت كانت هي اللي تدفعها وايجار البيت. زوجها دائما كان يصرف فلوسه في الطلعات وفي اللهو واي شيء ما له داعي. وفي يوم من الايام كان معه واحد من اصحابه، وهذا صاحبه تخيلوا جاب له كتاب شمس المعارف اللي هو معروف عنه كتاب سحر وشعوذة وتحضير شياطين. ومثل ما نعرف هذا الكتاب حرام، وان اي شخص يقرا هذا الكتاب يخرج من ملة الاسلام والعياذ بالله. صديقه طبعا كذب عليه وقال له ان اي شخص يقرا هذا الكتاب بيعطيه قوه وفلوس واي شيء يتمناه، وطبعا نعرف ان هذا كله كذب. انت ما مستفيد من هذا الكتاب غير انه يبعدك عن ربك ويبعدك عن طهارتك ويبعدك عن كل ناسك ويسبب لك مشاكل ويخليك وحيد في حياتك. أول ما بدأ قرأ هذا الكتاب كان من أحد متطلباته اللي هي معروفة النجاسة الدائمة وترك الصلاة وترك الصوم وتكفر برب العالمين. الزوج كان ينفذ كل شيء بالحرف، وكانوا يطلبوا منه يحط نجاسة في المكان كذا وكذا وكذا لين خلص كل الأوامر. لكن لما وصل لنص الكتاب بدأ بنوبات الوسوسة والجنون وآثار هذا الكتاب، وكان هذا الكتاب واحد من الأسباب اللي كانت تخلي الزوج يعنف زوجته. عدت أول ليلة لما وصل لنص الكتاب، وفي الليلة الثانية دخل في عالم الوسواس والشياطين والجن، وبدأ يخربط ويوسوس ويسمع أصوات أصلاً ما هي موجودة حوله، وحرفياً كان في بعد شديد عن الله، وكان كل يوم يتمادى أكثر وأكثر. وبعد ما وصل الزوج إلى نهاية الكتاب، كان في وقت متأخر من الليل، تقريباً كانت الساعة 3 في الفجر. كانت زوجته نايمة جنبه وهو كان جالس يقرأ في الكتاب. كانت نايمة على ظهرها، مسكها وبدأ يدخل ايدينها الثنتين بفكها، وكان يمسك الطرف العلوي من فمها ويسحبه بيد، اليد الثانية الفك السفلي. صحت وكان هو شادد عليها وجالس يفتح في فمها. تخيل تصحى من النوم وفي احد جالس يفتح فمه. كانت تحاول انها تقاوم وتخليه يفلتها، لكن كان ماسك لها بشدة وكان جالس يفتح فمها بكل قوة. جلس يشد في فكها إلى أن تفارق الفك السفلي عن العلوي. تخيلوا كمية الوحشية في هذا الإنسان. الزوجة وقتها من شدة الألم إغماء عليها، لكن تخيلوا بعد ما تم الإغماء عليها تخيلوا فكها، لا أبدا ما فكها، بالعكس تخيلوا بدأ ينهش بأسنانه في رقبتها وكان يعض بأقوى قوته، وبدأ حتى في الأكل من رقبتها. استغفر الله العظيم، ونزل لصدرها وبدأ يأكل من صدرها وواصل الأكل حتى
حتى سوى فجوة في صدرها. صدقوني مشتيش أتكلم عن هذا الجزء، لكن لازم أوصل لكم الوحشية اللي كانت فيه. وجلس يأكل 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 في صدرها لين خرج قلبها. بعدها أكل من قلبها شوي ورماه في أول غرفة، وجلس يأكل فيها ويلطش في الدم وتعذيب، وحرفيا كمية وحشية ما هي طبيعية أبدا، حتى الجن والشياطين ما يفعلوها. وبعد ما فارقت الحياة طبعا من وقت طويل، قام من فوقها. بعدها نزل إلى عند أهله، وأهله شافوه طبعا في المنظر الدامي وملابسه ووجهه مليان دم، وكانوا جالسين يسألوه. الناس خايفين عليه، ما يعرفوا إنه لازم يخافوا منه. وبعد كذا قال لهم قتلت زوجتي. أهله طبعا أخذوه وطلعوا إلى بيته. تخيلوا المنظر اللي دخلوا على الغرفة وزوجته فيه، قلبها مرمي في أول الغرفة وأمعاها خارج. تخيلوا المنظر اللي دخلوا عليه، رعبوا من اللي شافوا. بعدها قاموا بلغوا الجهات الأمنية، حضروا وشلوه للسجن. شي أكيد حصلوا الكتاب في مسرح الجريمة. وبعد كذا تمت إحالته للطب النفسي، لأن اللي سواه شيء ما يفعله إنسان طبيعي. وبعد تقرير الطب النفسي، الشيء يقهر هنا إنها تبين إنها بكامل قواها العقلية، ما يعاني حتى من أي أعراض نفسية. وبعدين نقلوه للمحكمة العامة عشان يتحاكم. صدر عليه طبعا حكم القصاص بالقتل بالرصاص، وتم إعدامه. وتم تنفيذ الحكم في عام 1433 شهر 6 يوم 16 الهجري. ولين هنا نكون وصلنا لنهاية القصة. القصة كانت جدا مأساوية، وصدقوني قرار الإعدام فيه شيء بسيط. أتمنى تكونوا استمتعتوا. لا تنسوني من اللايك والاشتراك، وأشوفكم في المقطع الجاي.